السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وإن شاء الله ربنا يتجنبنا الوباء على كل الأمة الإسلامية والعربية وكل العالم. إن شاء الله نكون معكم فترة بتاعة ساعة للإجابة على تساؤلاتكم وتقديم أكبر قدر ممكن من عنوان المحاضرة المذكور أعلاه. بالنسبة للتعليم الإلكتروني أو التعليم عبر الإنترنت، العالم الآن يشهد تحول كبير جدا، ونحن لازم نستفيد من إمكانيات التطور الموجود بالتعلم. إن شاء الله الصوت واضح والناس تحاول تكتب لنا في الكومنت، أساس إنه لو في أي خلل نحاول نعالجه. طيب نبدأ مباشرة يا أخوانا. قلنا التعليم الإلكتروني أو التعليم عبر الإنترنت بقت متوفرة بكثرة جدا يعني، والواحد بقى يعني يحتاج له بشدة في حياته العملية واليومية، ونحتاج نطور به ونفسنا، ونحتاج نعالج بعض القضايا والمشكلات عن طريق الإنترنت. الإنترنت بقى عالم واسع جدا، وبتقدر تصل لكل المعلومات اللي انت محتاجه في أسرع وقت وبكل الطرق الممكنة وبشتى الأنواع وبكل الأنواع المختلفة. شكرا جزيلا يا ربي على التوضيح، الله يكرمك. طيب أنا بحاول إن شاء الله بعمل تغطية سريعة كده بالنسبة للتساؤلات الجات يعني، ومن أجله عملنا السيمينار. كل التساؤلات بتقول إنه الشهادات هل هي معتمدة؟ ما هي المنصات أو المواقع التي تقدم الكورسات دي؟ أغلب الأسئلة ونحاول إن شاء الله نجيب عليه، وإن شاء الله لو في زول عنده أي سؤال يحاول يكتبه لنا في الكومنت، نحاول برضه بقدر الإمكان نعالجه. طيب بالنسبة للشهادات أو مواقع التعليم الإلكتروني، في منصات عربية وفي منصات أجنبية. المنصات العربية دي بتشمل مواقع عبر الإنترنت، وبتشمل منصات فيها تخصصات معينة أو أغلب التخصصات الموجودة في بعض المنصات، بتدخل عليه عادي بكل الطرق المتوفرة عندك، سواء كان عبر الموبايل أو عبر اللابتوب أو أي وسيلة متاحة بالنسبة لك. وده واحد من المميزات اللي بيخلي إنه التعليم الإلكتروني يبقى مهم أكبر من التعليم التقليدي، بحيث إنه التعليم التقليدي تركز بشكل أساسي جدا على الطالب والأستاذ والمحاضرات وكده، يعني ما حيكون في شغل متخصص بالنسبة لك. لكن انت في الشغل الإلكتروني والتعليم الإلكتروني أو التعليم الذاتي، انك انت بتختار زمنك وبتختار المكان وتختار لازم تدرسه، وده فرصة لأنك انت ممكن تكتشف ذاتك وتحقق حاجات كثيرة جدا. طيب انت بصفة عامة بتتعلم مش عشان الشهادة، انت بتتعلم عشان المعرفة، عشان نكون في السيف سايد، انت بتتعلم من اجل المعرفة. ده واحد من الاسئلة اللي انا حقدر اجيب عليه، بانه هل الشهادات دي معتمدة ام لا. فاذا انت بتتعلم من اجل الشهادات فممكن انت تعمل لك مليون شهادة لكن بدون اي معرفة. لكن اذا انت بجد بتتعلم عشان المعرفة، فانت هنا بالتحديد انك انت طالب علم، وطالب العلم يحاول يسعى بقدر الامكان للمعرفة، لانك انت في يوم من الايام هتلقى نفسك انك انت ضيعت زمن كثير جدا من حياتك الغالي، انك انت مفترض تستفيد منه في زمنك الفاضي، وانت ضيعته، والزمن يا صديقي ما بيسمح لك الفترة دي. تمام، شكرا جزيلا يا اخوان. طيب بيكون انت ممكن عندك مليون شهادة لكن لا تفقه فيهم شيء. طيب لكن في حال انك انت تتعلم من حال من المعرفه او كسب المعرفه، فده الحاجه المقصوده بالنسبه للتعليم الالكتروني، ومنه قام الشغل بتاع الثوره بتاع التعليم الالكتروني. طيب بالنسبه لبعض الشركات استغنت عن موضوع الشهاده، والشركات طبعا معروفه جدا زي شركه جوجل، زي الاي بي ام، زي ابل، كلها استغنت عن الشهاده، فقط بتوظفك بالخبره، والخبرة دي طبعا بتجي باكتساب مهارة انك انت تتعلم وتفتش بنفسك.
ففتش بنفسك يعني تطور نفسك من خلال المنصات، من خلال الجيران، من خلال الحاجات المتاحة بالنسبة لك قدامك. طيب عندنا مشاكل بتاع الاستمرارية في التعليم الأونلاين، وده بيكون فيه مشاكل كتير جدا. انه الواحد ممكن يعمل سبسكرايب بالنسبة لأكثر من كم موقع تعليمي إلكتروني، وممكن يسجل في أكثر من منصة، ولكن ما يقدر يستمر بالقدر الممكن انه يخلص له كورس واحد او كورسين او كده. طيب في خطوات انا حوريك له ان شاء الله، ولازم انت تطبقه وتمشي عليه، وبكده انت بتقدر تتجاوز اكبر حاجز كان بالنسبة لك، اللي هو ممكن يكون الخوف. والخوف ده اكبر مشكلة بالنسبة للفشل. احنا يعني مشاكلنا كلها في الفشل، والفشل ده يا اخواننا مفتاح بالنسبة للنجاح. اذا ما فشلنا اكيد ما بنقدر نحاول عشان نصل للنجاحات. طيب واحدة من الحاجات المهمة انك انت تعملها الاساس انه يكون في استمرارية بالنسبة للشغل في التعليم الاونلاين، لازم انك انت تحدد خطوة بخطوة. اي انك انت الليلة سجلت في اي كورس، من المفترض تزاول على نفس الكورس وتمشي خطوة وخطوة، ما انك انت مفترض طوالي تبدأ تخلص الكورس ده الليلة وبكرة، لانك انت اصلا جاي عشان تتعلم من اجل المعرفه. فشوف المحتوى اللي بيقدمه لك الكورس ده شنو، وحاول استفيد منه بالقدر الممكن. يعني اتعلم خطوه بخطوه، اعمل لك دفتر صغير كده وعنوين فيه الحاجات المهمه والمحتوى اللي بيفيدك نزله. اذا مثلا انت حسيت بنفسك انك انت المحتوى اللي بيقدمه لك ده ما يعني ما مستفيد من المحتوى، خير وشوف اي موقع تعليمي بنفس الكورس، يعني بنفس المسمى بتاع الكورس ولكن بشرح تاني بتاع استاذ، لانه الناس ما متساويين بالنسبه للفهم او بالنسبه للذوق العام. احنا بالنسبه للشرح ممكن الاستاذ يكون يشرح بطريقه مبسطه وطريقه كويسه يعجبني انا حيدر ابراهيم، ولكن لا يعجبك انت. ففي الحاله دي انك انت ممكن تغير من والى. تمام، ده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه انك انت لازم تدون كل الحاجات اللي بتقدم لك. التدوين يمكن يكون عبر التلفون او يمكن يكون في اللابتوب او في النوت الخاص، المهم بالوسيله المتوفره بالنسبه لك انت تدونه، على اساس انه يكون مرجع بالنسبه لك وترسخ المعلومه في ذهنك. يعني ثلاثه، لازم تطبق الشغل اللي بتاخده كله. يعني انت يوم الليله نحن في الجامعات او في المدارس التقليديه عموما بنلقى المشاكل في يعني في كسر الحواجز بتاع التعليم، انه شنو ان احنا ما بنطبق كل المسائل دي. وكل المنصات اللي بتقدم لك الحاجات دي ما هي الا عباره عن شنو، عباره عن طريق من اجل انك انت تمر لألوم كبيره جدا، ومن اجل انك انت تحقق حاجات كثيره جدا، وما بالضروره انك انت تكون عارف كل شيء في الدنيا دي، وما بالضروره انك انت تكون عارف كل يعني كل العلوم، ولكن الضروري انك انت تكتشف الحاجه جواك ده، تكتشف ذاتك وتطوره وتنميه، وبكده انك انت ممكن تحكم العالم. تمام، ممكن انت تبقى قائد بالنسبه للعالم. طيب طبقنا كل المحتويات. طيب انك انت تكون برضو لازم تكون صادق مع نفسك، صادق مع نفسك انك انت دار تتعلم من اجل شنو، من اجل المعرفه ومن اجل المحتوى اللي بيقدمه لك انك انت تستفيد منه. طيب بعد ذلك انك انت تطلع على شنو، تطلع على المحتوى قبل ما انك انت تبدا في الاسمنو، قبل ما تبدا انك انت تخش الكورس، ادرس الكورس جيدا اللي هو بيقدم لك كم ساعه والمحاور اللي بيتقدم فيه الكورس، وانك انت حتستفيد منه شنو في الكورس، اطلع عليه. وبكده انك انت ممكن تحدد اتجاهك او تحدد شغفك بالنسبه للناس اللي بيعانوا من مشكله ما قادرين يحددوا يعني كورس يبدوا به. فانك انت في الحاله دي انه ممكن تطلع على كميه كبيره من العلوم، واي علم يختص بدراسه معينه انت ممكن تعمل ريفيو بالنسبه لكل العلوم دي او لبعض العلوم اللي انت حاسس بنفسك انك انت مهتم به. فتعمل الشغل بتاع الفيو كله، وبتحدد اتجاهك انت ماشي وين، وبتحدد شغل معين، شغل واحد يعني تمشي عليه، او تخصص معين وتختاره وتمشي عليه. طيب بعد ذلك التعليم الذاتي يا اخوانا يعني ما عنده زمان ولا عنده مكان ولا عنده طريقه او كيفيه معينه، يعني بكل الطرق موجوده. اتكلم لنا عن الانجليزي، اوكي بتكلم عن الانجليزي ان شاء الله. طيب
بالنسبة للتعليم الإلكتروني أو التعليم الذاتي، ما محدد أو ما مقيد بزمن أو بمكان أو بوسيلة معينة. بالوسائل المتاحة، الوسائل اللي في يدك، التلفون، الموبايل، الكمبيوتر، أي وسيلة متاحة بالنسبة لك إنك أنت قادر يوم الليلة بتصل لأي معلومة أنت محتاج له. أي معلومة إنك أنت بتقدر تختاره على حسب رغبتك، على حسب زمانك، على حسب المكان، وعلى حسب الوسيلة المتاحة بالنسبة لك. طيب، عندنا حالات بتاع الزحج وحالات بتاع الملل. حالات الزحج والملل بيكون عادة انه انا بديت شرح لكورس مثلا، بيكون المحتوى بتاعه يتكون من عدة محاور، ولكن الكورس تلقاه اكتر من نص ساعة او 20 دقيقة او كده، فالواحد ما بيقدر يستمر في الشرح او يستمر في الكورس. طيب، في الحالة دي انك انت مفترض تغير المود بتاعك، غير المود بحيث انك انت اذا كان المود تغييره عن طريق الزمان او المكان او اي شيء، او الكورس ذاته حتى مقدم لك عن طريق شنو؟ عن طريق الفيديو او عن طريق الصوت. اذا كان عن طريق الفيديو ممكن انت تغير نفس الفيديو عن طريق الصوت. شكرا جزيلا، الله يكرمك، شكرا. طيب، ممكن تغيره لطريقة تانية، اللي هو ممكن تغير طريقة الشرح. اوكي، شكرا جزيلا. طيب، معلش. طيب، انك انت تغير المود بتاعك الموجود فيها. طيب، غيرت المود، انك انت تغير طريقة الشرح الموجود او الشخص اللي بيقدم لك الكورس، وانا متأكد تماما حتلقى شغل كويس جدا انك انت تستفيد منه يعني. طيب، حل الشهادات دي معتمد وممكن اضيفها للسي في. طيب، بالنسبة للإجابة بتاع حل الشهادات دي معتمدة وتضيفه للسي في وكده، طيب، عموما بطريقة يعني عامة كده، الشهادات دي معتمدة وممكن تضيفها للسي في. طيب، هقول لك ليه انه معتمدة وليه تضيفه في السي في. المعلومات العامة كأنك انت درست البكالوريا والمحارات بتاعت الكورسات العادية والكورسات اللي انت اخدتها في المعاهد، طبعا حتكون فيها تكلفة عالية جدا وحتكون مبسطة وما بالطريقة اللي انت بتقدر تستفيد منه بالقدر الممكن، كويس. لكن الكورسات الاونلاين اللي انت بتاخدها، اذا انت اخذته من اجل المعرفه، فانا متاكد تماما 100% انك انت تكون عارف زغيره معلومات كثيره جدا عن المحتوى اللي قدموه لك، وحتكون انت مختلف تماما عن كل الناس المقدمين. الشهادات دي بتميزك بشنو؟ بحيث انك انت بتضيف سجل كامل انه تعمل، انه انا عملت كولم خاص بالنسبة للفري أونلاين كورسز أو كل الأونلاين كورسز، وعملت الإضافة بتاعه، المنصة، الجهة اللي أخذت منه الشهادة، والتاريخ بتاعه، ونوع الشهادة شنو. طيب، أنا أضفت كل الحاجات دي في السي في بتاعي، فأنا لما أقدم لأي مؤسسة فده بيدي انطباع كويس جدا وبيدي طابع كويس بالنسبة للزول اللي بيعمل لك الانترفيو، إنه أنت إنسان مجتهد جدا في حياتك وركزت، خلاف التعليم التقليدي حاولت ركزت انه تطور نفسك. تطور نفسك بشنو؟ بانك انت تعلم، تفتش، كويس، ما اكتفيت بالتعليم اللي اخذته، التعليم التقليدي او التعليم الاساسي المعروف، انت حاولت انك تطور نفسك بنفسك. تمام، ده بالنسبه للاجابه على سؤالك يا استاذ. طيب، اللغه الانجليزيه ضروريه جدا يا اخواننا، ضروريه جدا. ليه؟ لانه المنصات، ما كل المنصات دي فيها لغه عربيه، او المنصات اللي فيها اللغة العربية فقط، المنصات اللي هو اللي بتكون عامة، المنصات الكبيرة جدا، والمنصات اللي بتكون أصلا فيها يعني تبادل منافع بين الدول العربية بيكون فوق اللغة العربية، ولكن الأغلبية هي اللغة الإنجليزية. وحتى الفائدة بالنسبة للشروحات وكل المحتويات المقدمة في الكورسات بيكون باللغة الإنجليزية، الفائدة بالنسبة له أكبر. ليه؟ لأن المحتويات اللي بتدخلها في الكورس بيكون معظمه مختبس من جامعات او مؤسسات تعليميه، هي بالنسبه للشغل بيكون باللغه الانجليزيه. طيب، المحتوى دي غالبا بيكون في شراكه بين المنصه اللي بيقدم لك الكورس، كويس، والاتجاه اللي بيدي المحتوى. مثلا منصه ادراك، منصه عربيه بتقدم كورس بتاع سايبر سيكيورتي،
كمثال تمام سايبر سيكيورتي. طيب المثال بتاع الكورس او المحتوى بتاع الكورس اخذه من جامعه كاليفورنيا. طيب المحتوى حيكون هنا باللغه الانجليزيه. طيب انت عشان تستفيد من المحتوى او الكورس لازم انك تطور اللغه الانجليزيه بتاعتك. تطور اللغه الانجليزيه بتاعتك برضو متوفره يعني يوم الليله كل الكورسات وكل العلوم موجوده وكل المستويات موجوده في الانترنت. فقط انك انت تكسر الحاجز بتاع الخوف والحاجز بتاع انك انت ما تقدر تبدا في الشغل. نحن بس مشكلتنا كله بنخط اهداف ونخط الحاجات دي بدون اولويه بدون اي يعني جديه بالنسبه للموضوع. طيب أسي كلنا اللي وسعنا نفسنا نحن حنكون عندنا أهداف كثيرة جدا مرسومة ومكتوبة لكن بطول السنين نحن ما قادرين نحقق كل الحاجات دي. دي كلها نحن بنخاف من الفشل وعندنا كسل كثير جدا نحن ما بنبدأ بشغل. وياريت أي زول بيحضر اللايف هسي أو بعد فترة المهم أي زول حضر اللايف ده يبدأ مباشرة يكتب الأولويات بتاعهم ويكتب كل الحاجات المفترض ينفذها ويبدأ بهم مباشرة بالحاجة المتوفرة عنده تمام. لازم انك انت برضو تقرأ عن الناس العلماء اللي كانوا سابق يعني الناس دي شوف قدر كم اتحدوا عشان يجيبوا العلوم ده يعني لعشرات السنين لقرون عشان يكتشفوا حاجة. يموت عالم ويجي عالم غيره يواصل من نفس المنهج على اساس انه يكتشف حاجة واحدة. نحن يوم الليلة عالمنا بيختلف عنهم لانه كل الوسائل بقت متاحه بالنسبه لنا. فلازم ان احنا نستفيد من الحاجات اللي عندنا دي. وانا متاكد تماما العالم ده لو كان العلوم اللي اكتشفوها سابقا او العلماء اللي كانوا سابقين لو كانوا موجودين هسي العالم ده ما كان بنفس التطور ده وبس. نحن كان يعني شفنا حاجات خرافيه جدا في الدنيا دي. فنحن يا اخواننا لازم لليله ما في زور بيقدر يحدد الحد الأعلى بالنسبة للناجحين شنو. لازم نحن بقدر ما نشوف إنه في ناس ناجحين في الدنيا نحن نخط أولوياتنا وهمتنا أكبر بنفس الناس الموجودين قدوة بالنسبة لنا نحن. كيف أقدر أسجل في إدراك؟ طيب منصة إدراك فيه مشاكل الفترة الفاتر مشاكل في التسجيل. المشاكل دي فيه مشكلة بتاع التحديث بالنسبة للموقع. وبالنسبة للناس الجداد يعني انت ممكن تسجل في الموقع عن طريق الايميل ولكن ما بتقدر تاخذ الكورس. فقط الناس المسجلين سابق يعني الناس القدام ممكن ياخذوا الكورس ويستفيدوا من الخدمات بتاعت ادراك. ولكن الفترة الحالية نحن في السودان مع الحظر بالذات حاولت انا في الفترة الفاتت في الاسبوع الفات كله في مشكلة بالنسبة لادراك بالنسبة للتسجيل الجديد. فحاول جرب انك انت تجرب بعد الكلام اللي بقوله لك ده وان شاء الله حيتزبط معاك كل المنصات مش منصة ادراكه بس. اول حاجة من المشاكل اللي بيقع فيه كل الناس انه نحن يا اخواننا نحن في السودان يعني مثلا كدولة السودان نحن خاتيننا في الدول الراية للإرحاب ونحن محظورين يعني من الخدمات المقدمة بالنسبة للمنصات لبعض المنصات. طيب عشان نستفيد من الحاجات دي كلها ومن المحتويات ومن الكورسات ومن بعد الشهادة بتواجهنا مشاكل كثيرة. من ضمنها مشاكل انه ما بتقدر تسجل في الموقع. واحد من الحاجات انت مفترض تعملها اعمل انك انت تغير تعمل الفي بي ان تنزل له تطبيق اي تطبيق يعني حسب نوع الجوال بتاعك او حسب نوع النظام الشغال بيه اندرويد او الاي او اس. نزل الفي بي ان. نزلت الفي بي ان حاول غير المتصفح. اذا المتصفح ما اشتغل معك في الشغل الاول حاول غير المتصفح بمتصفح تاني. يعني مثلا اشتغلت بفايرفوكس او جوجل كروم ما اشتغلت معك غيره لأوبرا غيره بالمتصفح الرسمي المعروف الموجود قدامه. طيب ده واحد. اثنين حاول اعمل لك ايميل خاص بالنسبة للكورسات فقط تمام. يعني ما يكون ايميلك الرسمي هو يعني نفس الايميل اللي انك انت بتشتغل به الكورسات ويرسلوا لك فوق الاشعارات بتاعت الكورسات. ليه؟ الحاجة دي فيه مميزات وفيه عيوب. من ضمن المميزات بالنسبة لانك انت تعمل الايميل هو في كله مميزات يعني العيوب بسيطة جدا. تعمل ايميل خاص ليه؟ لانه المواقع اللي انت او المنصات اللي انت بتسجل له ككورسات كتاخد كورسات
في شغل بتاعت انك انت تضغط ويرسلوا لك كل اشعار جديد او كل ما يكون في محتوى بتاعت كورس جديد ويرسلوا لك اشعار بتاعت الكورس. طيب الاشعارات دي بتكون مزعجه جدا في حال انك انت اشتغلت على الايميل الرسمي بتاعك، لانه كله بعد فتره حينزل لك كميه هائله من الرسائل، وانت ممكن بكده بتخسر الرسائل الرسميه اللي بتتواصل من اجله. ده واحد. اثنين، انك انت تكون عامل لك يوزر نيم خاص بك. اليوزر نيم خاص بك يعني انا بقصد لك اسم متعارف عليه داخل المنصات او المواقع التعليميه. اليوزر نيم ده خليه ثابت زي ما الايميل هناك ثابت، خلي اليوزر نيم برضه ثابت. ليه؟ لانك انت ما بتتعلم من منصه واحده، انت بتتعلم من كميه من المنصات، في منصات اجنبيه، في منصات عربيه، في كده، انت بتتعلم من كميه من المنصات. اعمل لك يوزر نيم ثابت بحيث انك انت لو دخلت على اي مؤسسه من المؤسسات ده بغرض انك انت تاخذ اي كورس او سجلت في اي كورس معين وتقدر تواصل بالنسبه للكورس بتاعك والشغل بتاعك تلقاه محفوظ. طيب اعمل يوزر نيم خاص بك ويكون فريد، واعمل لك باسورد خاص، اصلا ما في اختراق في الموضوع ده ولا في اي حاجه، يعني كلها شغل تعليمي، ومعظم المواقع اللي بتقدم الحاجات دي مواقع اوفيشال، يعني ما في انتحاك بتاعت خصوصيه، يعني ما تخاف من الحته دي. فاعمل لك يوزر نيم خاص وباسورد خاص، والايميل بتاعك يكون خاص، ده خاص بالشغل التعليمي. واجيب لك دفتر برضو، اعمل لك دفتر صغير او في النوت بتاعتك اكتب. طيب اوريك تكتب شنو. تكتب مثلا انا في منصه ادراك ماخذ الكورس الفلاني مدته كده، اكتبه في النوت بتاعتك انه انت ماخذ في المنصه الفلانيه ماخذ. طيب رقم المنصه الثانيه، ده بيقلل عليك الشغل بتاع الملل، لانك انت لو زهقت من منصه او زهقت من اي كورس معين، يعني مليت من الفترة بتاعت الكورس او الفترة اللي بتاخد فوق الشرح، انك انت ممكن تنتقل للمرحلة الثانية او للمنصة الثانية وبتاخد الكورس اللي هناك، وبكده ممكن انت تكون خيرت شنو، خيرت الروتين اللي انت موجود فيه وغيرت المود، انت بتكون خيرت النشاط بتاعك، يعني عملت ريفريش بالنسبة للحياة بتاعتك، جددت الشغل بتاعك، جددت الهمة بتاع الاستمرارية، لان الزول اللي بيشرح في المنصة الاولى يختلف من الزول اللي بيشرح في المنصة الثانية. فهمك بالنسبة للمنصة الاولى الزول اللي بيشرح لك، الفهم اللي بتفهم منه يختلف من الفهم اللي بيقدمه لك الزول الثاني في المنصة الثانية والمحتوى دي. حاولوا اكتبوا تعليقاتكم عشان احاول اجيب عليهم. طيب انا بحاول برضو بقدر الامكان انزل لكم كمية من الروابط الخاصة بالاسمينو بعد المنصات، يعني لانه المنصات كثيرة جدا، وحاولوا يا اخواننا انجزوا وفتشوا. رسلت لكم في اول رابط موجود يعني كمية من الروابط بتاع الكورسات انك انت ممكن تخش وتستفيد منه. طيب اذا في اسئلة برضو ما حاول نجيب عليه. طيب نديكم بعد المنصات العربية والمنصات الاجنبية. حاولوا دونوا يا اخواننا، جيبوا لكم دفتر، حاولوا استفيدوا من المعلومات دي، حاولوا استفيدوا منها. طيب المنصات العربية، واحد منصة إدراك، ودي أكبر منصة عربية موجودة في الإنترنت، يعني بتقدم كل الكورسات وكل التخصصات، الناس ممكن تحاول تستفيد منه بقدر الإمكان. طيب وفيه شهادات مجانية، الشهادات مجانية كلها، يعني ما في شهادة بقروش على الإطلاق، المنصة دي بالذات فيه كل الشهادات مجانية. وفي منصة رواق، رواق برضو منصة عربية والشهادات بتاعته مجانية. طيب في الأكاديمية العربية الدولية، ده فيه كورسات وفيه شهادات بكل المستويات، فيه الكورسات القصيرة وفيه البكالوريوس وفيه الماستر وفيه الدكتوراه، ده بتقدم جزء فري وجزء بقروش، تمام. لكن الفري يعني بسيط جدا، او حتى لما انت تحضر الفري ما هيكون عندك مثلا الشهادة، يعني او الشهادة هتدفع تدفع مقابل على اساس انك انت تتحصل على الشهادة دي. طيب في موقع تاني سديم، ودي برضو عربية وكل الكورسات اللي فيه مجانية، في محارة، في ادلال، في ندرس، تمكين، في دروب، دي موقع سعودي وفيه كورسات كويسة جدا خاصة في مجال الكمبيوتر ساينس
ومجال الانفورميشن الانفورميشن تكنولوجيا الشغل بتاع السكيورتي والنتوركينج. يعني ده موقع جميل جدا جدا من افضل المنصات العربيه اللي انا اطلعت عليها على الاطلاق. طيب في منصات اجنبيه، وده طبعا الغالبيه يعني لا تحصى ولا تعد، يعني يوميا يكون في كميه هائله من المنصات، ويوميا الواحد بيحاول يفتش يلقى كميه كبيره من المنصات الاجنبيه. لكن انا بحاول بدي من المنصات المشهوره جدا واللي بتقدم محتويات من جامعات عريقه وجامعات كبيره جدا ومعروفه. طيب واحده من المنصات دي منصه كورسيرا، كلكم عارفين المنصه دي، والاغلبيه اطلع عليه والاغلبيه اخذ فيه كورس. لكن في بعض المشاكل بالنسبه لمنصه كورسيرا، وده في شروحات كثيره جدا انك انت ممكن تلقى الطرق بالنسبه للحل. طيب المنصة ده بتقدم كورسات جزء فري وجزء بقروش. طيب يا اخواننا، نحن لما نقول فري عامة بالنسبة للتعليم الالكتروني او الشغل بتاع الكورسات الاونلاين، لما نقول فري ما بمعنى انه الفري ده الكورس والشهادة، يعني المحتوى والشهادة كلها فري. في بعض المنصات بتلقى انه يكتبوا لك الكورس فري. طيب الكورس فري هنا بس المحتوى، يعني المحتوى انت بتقدر تاخده عليه كله مجاني، ممكن تنزله في تلفونك ترجع في اي زمن انك انت ممكن تستخدمه. تمام كده بيكون المحتوى مجاني. ولكن لما تجي انك انت بعد ما تخلص الشغل بتاع الكورس كله وتتحصل على الشهادة، بيواجهك مشكلة بتاعت انك انت تدفع مبلغ معين عشان تتحصل على الشهادة دي. طيب في الحالة دي برضو الناس تنتبه للحاجة دي وتركز عليه، بتلقى انه في بعض الكورسات كويسه، في بعض المنصات كويسه جدا بتوضح لك النقاط دي، بتقول لك انه يا اخي الكورس ده بعد ما تخلص فيه شهاده مجانيه كده، انت في السيف سايد وممكن تسجل وتتحصل على الشهاده مباشره. دي بي دي اف الاغلب، يعني اغلب المنصات بترسل لك بي دي اف، يا اما تحمله مباشره يا اما هيرسلها لك في طيب يا اخواننا كيف اسجل، كيف اسجل في منصه معينه؟ طيب الطرق بتختلف، طرق التسجيل في كل منصه بتختلف. يعني اي منصه ليها شروط وله شغل خاص جدا انك انت مفترض تطلع عليه وبعد ذلك تبدا تشتغل، تبدا تخش المحتوى بتاعه او الكورس بتاعه او تقدر تستفيد من الخدمات اللي بتقدمه. لكن عموما كده انك انت كيف تسجل، محتاج لايميل، ايميل قبل ذكرناه انه يكون ايميل خاص بك، يعني ايميل عاملها انت اصلا بالنسبه للكورسات، يعني انك انت تستفيد منه في المجال ده. الايميل ده تنزل الباسورد بتاعك، تنزل اليوزر نيم، في اسئله بتاعت حمايه، ودي كالعاده يعني في بعض المنصات بتقول لك انك انت اثبت انك انت ما ريبوت او انت انسان انك انت بتحضر الحاجات دي. بتعمل التسجيل عادي جدا وبتنزل بياناتك، تركز للاسماء، يعني الاسم لما يكون اوفيشال خلاص ده الاسم اللي بتتحصل عليه بالشهاده. فانت لازم صيغه شنو؟ بصيغه الجواز، اكتب حسب الجواز او حسب اسمك في الجواز اكتبه في المنصه دي، انت ما حتخسر شيء. انا ذكرت قبل انه نحن ما في خصوصيه كامله، يعني بالنسبه لبياناتك دي في خصوصيه كامله في كل المنصات دي، يعني ما حتلقى اي المعلومات اللي انت هتقدمها في المنصات دي. فانت لابد انك انت تكتب اسمك بالطريقه شنو، يا اما باللغه العربيه المعروفه او باللغه الانجليزيه. اذا كانت باللغه الانجليزيه اكتب الاحرف، يفضل الاحرف بالكابيتال، اكتب الاحرف بالكابيتال واكتب الاسم كامل. طيب بالنسبه لموضوع الهندسه الطبيه، طيب يا اخواننا ما في مجال في الدنيا دي او ما في مجال يوم الليلة ما عنده فائدة أو ما موجودة في الحياة أو ما قادرين نستفيد منه. كل مجال في الدنيا له احترامه في مكان معين، نحن ما بنستخسر مجال معين وما بنفدي مجال معين على مجال معين. كل العلوم دي مكملة لبعضها. طيب الحاجة دي الخواجات ده كلهم ما خلوا العالم العربي، الخواجات كل البشرية الموجودين ده ما خلوا الحاجات دي، قاموا كل العلوم دي كونها ونزلها في الشغل بتاع المنصات ده. يعني اي تخصص
من التخصصات موجودة، بس انت كيف انك انت تقدر تصل لشنو الموقع المناسب اللي بيقدم لك التخصص المعني او التخصص اللي انت مفترض تاخده يعني. فحاول ركز على اساس انا ذكرت لك قبل انك انت في الاونلاين ده داير شنو، بس انت داير شنو، لانه كل العلوم بقت متاحة. هل الشهادات دي بتكون معتمدة وبتصنف للسي في؟ الشهادات ذكرناها قبلك انه انت مفترض ترجع للفيديو، لكن ما مشكلة بحاول اجيب لك مرة تانية. الشهادات دي معتمدة وممكن تضيفها للسي في مباشرة، تضيفها للسي في. يا اخوانا الاعتماد كيف؟ الاعتماد ما بالضرورة انا الشهادة دي خلاص اشيلها وامشي به وزارة الخارجية او وزارة او التربية والتعليم او التعليم العالي عشان يتوثق ويدوني الختم وخلاص. دي ما شهادات تقليدية او من الشغل التقليدي اللي اخذناه، يعني ما شهادة بتاع الجامعة ولا شهادة بتاع معهد او بتاع كلية معلوفة موجودة في الطبيعة. ممكن المنصة دي تكون حاجة افتراضية، ما حاجة واقعية كده موجودة. يعني مثلا زول في بيته بس بيعمل له موقع خاص به ويبدأ يشرح للناس. فالحاجة دي يا اخوانا ما كل الاعتمادات دي بس بنخطها على الاخطام. الاعتمادات دي ممكن انا بس اضيف الشهادات اللي انا اخذتها، الكورسات اللي اخذتها دي اضيفها في السي في بتاعي، فبالتاكيد بيزيد لي من نسبه المنافسه بتاعي وبزيد من المحاره بتاعتي على اساس انه انا اخذت الحاجات ده وطورت بيها نفسي، والحاجه دي موجوده بالنسبه لي كشغل براكتيكال شغل عملي. يعني انا يوم الليله اخذت 50 شهاده، قادر انه انا ال 50 شهاده ده اشتغل بهم في الدنيا. في الدنيا كيف؟ انه العلوم اللي انا اخذته في راسي ده بنزله على ارض الواقع، بشتغل بعمل به. العلوم انت لازم تتعلم عشان تعمل به في الدنيا، يعني ما تاخذ العلم وتخليه موجود. فاي حاجه انت اخذتها لازم تنفذه في دنيتك، لازم تستفيد منه. اسمع المواقع العربيه المختصه بكمبيوتر ساينس، ذكرت لك المنصات في ادراك. طبعا المنصات دي يا اخواننا برضو لازم تعرفوا انه ما كل المنصات دي بس ماسكه جانب معين، بتكون في كميه هائله من المنصات، بتكون في كميه هائله من التخصصات والكورسات المختلفه. فقد انت بتحدد المجال الماشي عليه وتبدا طوالي. والشروحات دائما او الشروحات ده كلها ما بيقدمها زول واحد، بيقدمها اكثر، يعني اكثر من شخص، وكل الناس اللي بيقدموه ناس ما شاء الله يعني خبره جدا ومن اعرق الجامعات في الدنيا يعني في الحياه كلها. فالزول بس يحدد هو ماشي وين، اتجاهه وين، ومحتاج لشنو بالتحديد. تحدد اولوياتك وتبدا طوالي انت تفتش على الشغل اللي انت دايره، المحتوى اللي انت محتاج له، وانت يعني خلاص بقيت مهتم به 100%. ما تكتفي بمنصة واحدة، حاول انك انت كتر من المنصات. يعني انت لقيت المحتوى ده مقدم في ادراك، في رواق، في الاكاديمية العربية، في السويدين، في كويس، دي كلها موجودة. انا بحاول اطلع عليه كله على اساس انه انا لازم اخذ المعلومة من الفلان ومن المعلومات دي. ما كل الناس دي بتقدر توصل لك المعلومة بالطريقة اللي انت دايرها، الناس متفاوتين. نحاول نجيب على الأسئلة. لو في اي سؤال اكتبوا في الكومنت، نحاول ان شاء الله بقدر الامكان انه نجيب عليهم. طيب بالنسبه لي انا حاديكم بعض النصائح بالنسبه للتعليم الالكتروني. طيب يا اخواننا لازم نحن نعرف انه التعليم ده يعني حاجه عظيمه جدا، ونحن جينا برغبتنا بالنسبة للشغل يعني بتاع التعليم كله. ففي التعليم التقليدي انت ممكن يكون ما برغبتك، وممكن العلوم اللي تقدم لك كلها انت بتكون اصلا في غنى عنه، ممكن تاخد شغل معين وانت في غنى عنه، يعني ممكن انت تحتاج لشغل معين. طيب طالما انت يا اخي اخترت انك انت تتعلم وده رغبتك وده زمنك وده الحاجة اللي انت محتاج له، محتاج منك صبر، محتاج منك همة عالية قدر السماء. لازم يا اخوانا، لانه نحن اي زمن بنقدمه او اي
يعني الليلة يضيع من حياتنا، محتاجينه والله العظيم بكثر، محتاجينه في الدنيا في العاقرة، محتاجينه في حياتنا. نفترض انه اتخرجت وعمرك 25 سنة، على اساس انك انت تطور نفسك وتعمل الشهادات والحاجات دي، هتلقى نفسك عملت الخمس سنة زيادة، وصلت سن الثلاثين، وصلت سن الثلاثين هتلقى نفسك انك انت عندك مشاكل، انك انت كيف تستوعب، كيف تتحصل على شغل معين، كيف بيكون ما عندك زمن انك انت تطور نفسك. فيا ريت انك انت بقدر الممكن من المشاهدة بتاع كنت مفترض طوالي تبدأ بحاجات اللي انت ممكن تحققها. والله اي علم انت بديته بحلم عالي ربنا حيقدرك عليه، ربنا حيقدرك، بس انت ابدأ. نحن حاجز لازم نكسره، لازم تتواصل مع ناس، لازم تقرأ عن الناس الملحمين في الدنيا، ناس اللي عندهم شغف، ناس اللي وصلوا لقمم عالية جدا. في ناس كسروا حاجز التعليم ووصلوا لمراحل متقدمة، لكن في النهاية رجعوا لقوا انه لابد انهم يتعلموا. ما في يعني اقرأ عن العلماء، اقرأ عن الناس المليونيرات، يعني ما في زول كده وصل مباشرة، كل الناس دي وقعوا كويس. انت لازم تقع يا صديق، لازم تقع الليلة عشان بكرة تتعلم انك انت المرحلة اللي وقعت منه اتعلمت، اكتشفت الحاجة اللي رمتك شنو، بكرة ما بتقع نفس الغلط، بتكون انت اكتشفت هنا، اكتشفت شنو، اكتشفت الطريق اللي بوديك صح، اكتشفت انك انت تاني ما بتتكرر نفس الغلط. نحن ناس ربنا ميزنا بالعقل، والعقل لازم نستخدمه صحيح، نستخدمه في مكانه بالعلم الموجود، العلم اللي اخذناه في الدنيا دي لازم في الدنيا نستفيد منه، وفي الآخرة وفي حياتنا نستفيد منه. فلازم يا اخوانا لازم نهتم بالمجال دي. بيتم تسجيل عليه فيوتشر ليرنينج. فيوتشر ليرنينج دي منصة عنده علاقة بالجامعات البريطانية او الجامعات الانجليزية، في منصات بتقدم في المجال الطبي، وفي المنصات في كورسات بتقدم في بعض المجالات اللي هو الكمبيوتر ساينس والارتس والميوزك وكده. طيب فيوتشر ليرنينج فيه جزء من الكورسات مجانية وجزء من الكورسات بقروش، وعنده خيار انك انت ممكن تحضر الكورس بدون شهادة، اي بتحضر المحتوى الكورس كله ولكن لا تتحصل على اي شهاده، وعنده خيار انك انت ممكن تتحصل على شهاده لكن بتدفع مقابل بالنسبه للشهاده دي، وغالبا بتكون ما بين 13 الى 15 دولار. طيب كيف تتحصل على موقع معين، كيف تتحصل على رابط معين من كورس معين، كيف كده يا اخواننا؟ نحن لازم نفتش، يعني نفتش كيف؟ لازم نحن واقعنا اللي عايشينه لازم يكون مع ناس يعني نحن نحاول نستفيد منه. حاول فتش في الفيسبوك، في جروبات كبيره جدا، اثناء تواجدك في اي منصه حاول انت اطلع على الناس، اقرا عن الزول بيقدم لك الكورس، حاول اعرف الخلفيه بتاعته، حاول اتواصل معاه، اعمل معه كونتاكت عشان انت تستفيد من العلوم اللي بيقدمه لك. ما تقعد بس خلاص انت تلقى كل شيء جاهز، ما في شيء جاهز، لازم تفتش، امشي جوجل افحص، امشي تمام، اطلع من المنصات دي، اطلع امشي شوف المواقع بتاع التوظيف، شوف محتاجين شنو في سوق العمل، تعال اقرا عن الشغل المحتاجينه بشده، اقرا عنه شوفه، هل الحاجه دي بالنسبه لك انت انترستد يعني مهتم بيه، هل انت قادر تنجح في الشغل؟ حاول بقدر الامكان انك انت لازم تنجح في حياتك، لازم تكون خدوة بقدر الحاجة اللي انت بتتمناه وتشوفه في الزول الثاني، لازم يكون عندك انت الهمة دي، خليها تكون عندك انت. وانا متأكد تماما لما انت خدت الاصرار ده جواك وجوا العزيمة دي جوا قلبك، انت حتصل نفس المستوى ويمكن يكون اكتر من الزول اللي انت تكون خدته خدوة بالنسبة لك انت. الناس متفاوتين، اي زول ربنا ميزه بشي، الحاجة ربنا عداك له انت ما عداني انا ولا عدى لزول غيرك، ربنا بميزنا انا من غيري بشيء، لكن بنفس الوقت انا برضو بكون انا فاقد لشيء ثاني عشان القاه عندك انت، اكون محتاجه عندك انت، ودي فائده العلوم، ودي فائده اختلاف العلوم كلها. ذكرت لك المنصات العربيه، وبحاول ان شاء الله برسل لكم كمية كبيرة كده من الروابط، تحاول إن شاء الله بقدر الإمكان تستفيد منه. لازم إخواننا نخاطر، لازم نخاطر، ما نخاف،
ما نخاف من الفشل، لازم نفشل عشان نحقق المراد، لازم عشان نصل للمكان اللي نحن محتاجينه في الحياة، ولازم نعامل نفسنا نحن زي ما دايرين نتحصل عليه. نحن شفنا يوم الليلة فيلان بيشرح كويس، زول ما شاء الله بيرفكت، ربنا عداه قلوب كويسة، انت اسعى بقدر الممكن انك انت تتميز تبقى افضل منه. اسمه الكورس اللي انت محتاج انك انت تدرسه، ولازم يا اخواننا تعمل شغل بتاعت انك يعني كدراسة عامة او كشغل التمهيدي بالنسبة للكورس. التمهيدي بالنسبة للكورس لازم تطلع عليه، ليه؟ ده بيوضح لك نقاط جدا، نقاط مهمة انك انت الزمن معليش الشبكة. طيب نحاول نرجع بالنسبة للإجابة انك انت كيف تتحصل على الشهادة من منصة فيوتشا. طيب قلنا انك انت تسجل عادي، وتسجل بياناتك وبريدك الالكتروني واسمك اللي انت مفترض تتحصل عليه، وقلنا تعمل تمهيدي بالنسبة للكورس اللي بيقدمه لك او المحتوى اللي انت يقدم لك، وفيه نقاط انت بتستفيد منه. ليه تستفيد منه؟ انك انت بتعرف مدة الكورس ده كم ساعة، كويس المحاضر اللي بيقدمه احيانا برضو بينزل البيانات دي مقسمة لكم جزء، انك انت مفترض تاخذ الامتحان في كم من الزمن، او بتاخذ الامتحان النجاح بتاعك في كم، على اساس انك انت مثلا تتحصل على الشهادة. في بعض الكورسات بتحتاج نجاح من 80 او من 70، الحاجات دي بتلقاها فوق في التمهيد بتاع الكورس، وده لأي كورس او لأي منصة انت مفترض تعمل تمهيد بالنسبة للكورس قبل ما تاخده. وبعد ذلك تبدأ تشتغل على الكورس مباشرة. بديت انك انت بديت في الشرح، لازم تراعي لانك انت ما مفترض ما تجر الكورس، ما يعني لو الكورس كفيديوهات ما تحاول انك انت تطلع من الفيديو ده وتمشي الفيديو. في بعض المنصات ما بتقبل الشغل عنده، يعني الشغل بتاع التقدم او تقدم الفيديو ما بيعتمدوا لك، وكده انت ممكن يحصل لك مشكلة انك انت ما قادر تكمل الكورس. في ناس بتواجه المشكلة دي، بيقول لك انا سجلت في منصة المعنية واخدت الكورس كله كملته وما قدرت اتحصل على الشهادة، بالرغم من انه الشهادة موجودة في من ضمن المتطلبات بتاع الكورس ومجانية. طيب انت يا صديقي انت حاولت انك انت تنجز الشغل بقدر الممكن، والحاجة دي معمول بشغل الكتروني، معناه فيه ذكاء، في شغل كبير، يعني انت انسان والزول تصمم الحاجة دي انسان، فالاغلية اللي انت بتفكر به اكيد هو برضو بيكون مرة عليه الاغلية دي. فيا صديقي حاول بقدر الامكان انك انت اخذ الكورس زي ما هو. المحتوى ما عجبك معليش ما مشكلة، انا ذكرت لك قبل انه اذا الشرح بتاع المحاضر ما عجبك انك انت تغير المحاضر لمنصة تانية، يعني ممكن تشوف اي منصة تانية بيقدم نفس الكورس وباستاذ تاني او محاضر تاني بيقدم لك، انت ممكن قادر تستفيد منه وتفهم من المحاضر ده. ده خير انه تعامل مع اي منصة بتختلف عن التانية. الانترنت واحدة من العقبات اللي بتواجهنا. طيب اخواننا انا ذكرت انه اخواننا نحن ما بس نفتش على كل الحاجات تكون متوفرة على اساس انه نبدأ العملية التعليمية. عملية التعليمية اخواننا بتبدأ بالقدر الممكن اللي قدامك، بالحاجة المتاحة لك. اشتركت خدمة بتاعت نص يوم، ان شاء الله خدمة بتاعت ساعة، انا الساعة دي بحاول بستفيد منه بالقدر الممكن، يعني ما فيسبوك وواتساب كويس، حتى لو استخدمته في فيسبوك وواتساب بحاول استفيد منه، ما بس انا خلاص بعمل الخدمه وبنتهي منه في فتره معينه. فيا اخي انا عملت خدمه كويس ان شاء الله ب5 جنيه، تمام، بحاول استفيد منه، احضر منه في كل يوم، احضر منه ان شاء الله محاضره واحده، انا بحاول بستفيد من الشغل بتاع الانترنت المقدم لي. لكن نحن للاسف نحن محتاجين كلنا كده محتاجين انترنت 4G، ولازم تكون خير محدود، ولازم الكهرباء تكون فل، ولازم البيئة تكون محيئة بالنسبة لي على أساس أنه أقدر أتعلم، ولازم يخوانا الحاجات دي ما كلها بيجيك مباشرة، ما كل الإمكانيات دي بتتوفر لك، الحياة دي ناقصة، ما كلها متوفرة، ما كل اللي بتتمناه وتلقاه. الحاجة ربنا عداك له بالقدر البسيط اللي عندك له حاول استفيد منه، استغله. الناس اللي بينجحوا بيجوا أوائل كويس، الناس اللي بيحققوا نجاحات في دنيتهم، الواحد بيقول لك أنا بديت من الصفر، الواحد بيقول لك أنا والله لما بديت كان تلفوني عبارة عن أي تلفون إكس، يعني ما مشكلة أي تلفون كويس، والله كان العلوم ده أنا بفتشه مثلا بقروش الكده، أنا مثلا والله بمش بعمل كونتاكت مع ناس برا السودان
كويس، حاول الزول ده نجح لأنه حاول استفاد من زمنه بالقدر الممكن ربنا اتاح له. فالحاجات دي ما كلها بتجيك، وما تنتظر يا صديقي، ما تنتظر الفرص دي كلها تتوفر لك بعدك انت تبدأ العملية التعليمية. العملية التعليمية بتبدأ بالحاجة الممكنة في يدك فقط، الحاجة اللي قدامك، الإمكانيات اللي قدامك، أبدأ بها مباشرة. أكسر حاجز الخوف، رتب أولوياتك، خط أهداف بالنسبة لحياتك. أنت عايش من أجل شنو؟ أنت محتاج لحياتك ده، في ناس محتاجين له. قدم لنفسك، قدم لدنيتك، قدم لغيرك، قدم حاجة إنك أنت بسندك بعدين، بسندك حسي، بسندك في المستقبل. الناس تحاول تسأل يا أخوانا، لو في أي أسئلة أحاول أجيب عليهم. نحاول برضو نقول يا أخوانا، العملية التعليمية أو عملية التعليم عبر الإنترنت أو التعليم الإلكتروني عملية مكملة للعملية التقليدية المعلوفة. كيف؟ العلوم اللي أنت درستها الأساسية سواء كان في الجامعة أو في المعاهد أو في المدارس، تجي أنت تكمله بالعملية التعليمية الإلكترونية أو الذاتية. والله يا أخوانا العملية التعليمية أو عملية التعليم عبر الإنترنت بيوفر لك حاجات كثيرة جدا جدا، لو قارنتها بالعملية التعليمية التقليدية أفضل بعشرات المرات. بتوفر لك المكان والزمان والوسائل المتاحة، وإنك أنت تختار الكورس يعني أعمل مقارنة بين التعليم الذاتي والتعليم التقليدي، حتلقى نفسك إن أنت مستفيد كثير جدا. والحاجة دي بتخليك بتعتمد على نفسك، تعتمد على نفسك بشكل مباشر. الحاجة بتاع العملية التعليمية عبر الانترنت هيخليك تعتمد على نفسك مباشر، لأنك أنت اللي اخترت أنك أنت تتعلم. لكن في العملية التقليدية المعلوفة، نحن بنمشي الجامعة عشان نتحصل على الشهادة، عشان نتحصل على وظيفة، عشان نتحصل على معايش معينة. نمشي الجامعة، نمشي المدرسة، نمشي المعاهد. ولكن في العملية التعليمية أو عملية التعليم عبر الإنترنت، نحن محتاجين الحاجة دي لذاتنا، لتطوير حياتنا، لاكتشاف خبراتنا، لاكتشاف الحاجات الجوانا اللي ما قدرنا نحن نكتشفها. التعليم التقليدي بقى يعني جد يعني شغل مكلف جدا، كويس؟ مكلف من ناحية المادة، من ناحية المحتوى اللي يقدمه لك، من ناحية مواصلات، من ناحية كل شيء مكلفة. ولكن انك انت لو بديت الليلة بس بقدر الممكن، حتلقى نفسك انت يعني وفرت جهد كبير جدا، وفرت جهد كبير جدا. وانت بتحضر الان في لايف في الفيسبوك يتكلم عن التعليم، بعد شوية حتحضر لايف يتكلم عن اي شيء، واخترت الحاجة دي طبعا. ولكن في التعليم التقليدي ممكن انك انت يقدم لك الاف المحتويات او الكورس. شوف نفسك انت من البدايه لحد ما تتخرج تاخذ كم كورس في المحتوى بتاعك، في المقرر بتاعك بتاخذ كم كورس. لكن لما تتخرج، هل انت استفدت من كل العلوم دي؟ ما، لا بالتاكيد لا، ما استفدت من كل العلوم. ولكن ادوك مداخل، ادوك مدخل بالنسبه لكل علم. كل علم انت مفترض تاخذ عنه شنو؟ تاخذ عنه خلفيه، تحاول تشوف شغفك وين، حبك وين. من هنا انك انت بتقدر تكتشف حاجات كثيره، تكتشف انك انت يعني مهتم بشنو، شغفك شنو، رغبتك شنو، داير تشتغل شنو في الحياه دي. في منصات كثيره ما بتفتح الا بالفي بي ان. ايوه ذكرت يا باشا انه المنصات اللي ما بتفتح بالفي بي ان دي منصات غالبا يعني بتكون مطبقه الشغل بتاع الحظر وكده، ودي سهله ان شاء الله ومقدور عليه انك انت ممكن تنزل تطبيق، اي تطبيق، وبعدك ممكن يغير لك الشغل بتاع البروكسي بتاع التلفون او المهم الحاجه اللي انت بتاخد بيها الكورس، تلفون او لابتوب او اي وسيله تانية، وانت قادر ممكن تصل الحاجه دي يعني. فده مقدور عليه ان شاء الله بالفي بي ان يعني.
جميل، تسلم يا حبيب، الله يكرمكم. طيب، في مشاكل تانية بتاع الشهادات وذكرناه. طيب بالنسبة للفترة بتاعة الدورة، مثلا بتيجي مكتوب فترة 3 أسابيع 4 ساعات، هل بإمكاني إحضار الدورة فترتها 3 أسابيع؟ طيب بالنسبة للإجابة على السؤال ده يا صيد، إنه الكورس بيقول لك فترة بتاعة 3 أسابيع، لكن ما بالضرورة مثلا إنك أنت تحضرها لمدة 3 أسابيع. ركز، الفترة مدته مدة، يعني المدة اللي وضعوها بيه 3 أسابيع، كويس. ولكن إنك أنت ممكن تخلصه في أسبوع، ممكن تخلصه في أسبوعين، حسب أنت بتاخد كم. يعني هو بيقول لك مثلا الكورس ده يقدم مثلا لفترة بتاعت أسبوع بمقابل 3 ساعات يوميا. أنا ما داير أحضر 3 ساعات يوميا، أنا داير أحضره 6 ساعات يوميا. طيب هنا أنا بيكون اختصرت الوقت، كويس. ولكن في كورسات بتواجه المشكلة بتاعت إنك أنت ما بتتحصل على الشهادة إلا بعد ما الكورس ده يخلص بالمدة المحددة بالنسبة لهم. فأنت ركز، شوف الكورس ده حل كورس مستمر على طول، ولا الكورس ده بس في فترة، يعني إنه الليلة أنا أخذت المحتوى وبكرة أنتظر عشان ينزل المحاضرة. يعني في كورسات بتكون المحاضرات بيعملوا له إعداد خلال الأسبوع أو خلال الفترة اللي أنت مستمر بالنسبة له، وفي كورسات بتكون أصلا مسجلة وموجودة في المنصة. فالكورسات المسجلة وموجودة في المنصة دي أنت قادر تتحصل عليه في أي وقت، وقادر تخلصه في أي وقت، وقادر تتحصل على شهادتك بالوقت المتاح لك، بالوقت اللي أنت بتقدر تنفذ فيه الحاجة دي. الوقت في زمنك أنت اللي بتختار، أنك أنت تحدد كيف تنجز. شكرا جزيلا. نحاول فترة بتاعت 10 دقائق نجيب على الاستفسارات والأسئلة، وإذا في أي مشكلة أكتبوا في التعليقات وأنا إن شاء الله بحاول بقدر الإمكان أرد له. وإذا ما توفقت في الرد يا ريت برضو الناس تتواصل مباشرة معي، وإن شاء الله الناس كلها تكون عندها حمة عالية يا أخواننا، والناس كلها تحاول تستغل الوقت ده وتحاول تستفيد منه، تحاول تستفيد منه بأي شيء، أي شيء إنك أنت خدته في راسك حاول استفيد منه، أنجزه. العلوم موجودة في الحياة كثير جدا، وقيمة العلم أنت ما بتقدر تحدده، ما في سقف للعلم، ما في سقف، ما في زول اليوم الليلة حدد سقف معين للعلم أو سقف معين لتخصص معاني. كل التخصصات ده أنت بتاخد على قدر كفايتك بس، على قدر الحاجة اللي أنت قدرت تتحصل عليه، لكن ما بتقدر تاخده كله. هل ذكرت لكم الجامعات اللي بتقدم المنصات؟ طيب في جامعات بتقدم الكورسات، أقصد الكورسات دي بتكون مجانية كمحتوى ككورس. حاليا في فترة الكورونا عملوا يعني شغل مجاني مرة واحدة، يعني كشهادة وككورس. من ضمن الجامعات جامعة هارفارد حاليا عندها كورسات مجانية، ده خلال فترة المرض اللي هو كورونا. وجامعة ستانفورد أيضا تقدم كورسات مجانية حاليا، يعني في كفترة محدودة. وجامعة كامبريدج معروفة طبعا برضو تقدم كورسات مجانية، ولكن كل المحتويات يا صديقي باللغة الإنجليزية. فحاول بقدر الإمكان تطور لغتك الإنجليزية، حاول أحضر كل المستويات موجودة في الإنترنت، كل المستويات، أي مستوى أنت فيه في اللغة الإنجليزية موجودة في الإنترنت. حاول تطور لغتك الإنجليزية، اعتمد على نفسك، اكتب، لقص، انجز اعمالك اليومية، ما تنوم ساي، خليك صادق مع نفسك انك انت لازم تنجح، خليك صادق مع نفسك انك انت الحاجة دي اخدته بشغف، اخدته برغبتك، اخدته بحب، اخدته انك انت لازم تنجح فيه وتتوفق فيه، ما اخدته من اجل الشهادة فقط، اخدته من اجل المعرفة، أخذته برضو من أجل العلم والعمل. طيب
رسلت لكم الروابط، رسلت لكم روابط حاول استفيدوا منه، وبرضو الناس تحاول تساعد بعديها. إذا في أي أسئلة يا إخواننا حاولوا أعملوا كونتاكت مع أي زول مهتم بالمجال، حاول اتصل معه، حاول ألقى له وسيلة، حاول تسلوه بقدر الممكن، حاول فتش الفيسبوك، فيه جروبات كثيرة جدا، فيه محتويات بتاعت كورس من عالم خارج السودان، برا السودان، داخل السودان، الدنيا دي كلها موجودة في 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 الفيسبوك، موجودة في 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 المنصات التانية غير الفيسبوك زي الانستغرام، تويتر، كلها موجودة. حاول بقدر الإمكان إنك أنت تحاول تخوض اهتماماتك اتجاه الحاجات الأولوية بالنسبة لك. الدردشة يا صديقي، الدردشة، والسلام عليكم. وعليكم السلام، وكيف حالك؟ ما بتفيدك، وأكيد أنا لو حالي ما بخير أكيد بتسمعني. حاول استثمر وقتك، استفيد من زمنك، وقتك ده ثمين جدا، بيجي يوم من الأيام أنت تندم على أي ساعة أنت ضيعته، صحيح، على أي ثانية أنت ضيعته، ما استفدته، ما استغليته. كل الناس حاليا أو معظم الناس، معظم الطلبة، الواحد يتخرج من الجامعة يقول لك والله العظيم أنا تخرجت بشهادة لكن ما أعرف أشتغل، عندي مشكلة بتاعت خبرة، ما أعرف نفسي وين، أنا تخرجت في المجال المعني ولكن ما أعرف للمجال ده شنو، ولسه يا دوب بفتش في شنو، بفتش إنه يطور نفسه، يفتش، وده كويس إنه يكتشف نفسه، إنه في مرحلة كويسة إنه يكتشف نفسه، إنه يحاول يطوره، في جزء ما بيحاول يطوره، يقول لك أنا والله ما أعرف وخلاص كسرت الحنك على كده وانا داير اتوظف، او اتوظفت في وظيفه معنيه في شركه ما وخلاص الموضوع انتهى، انا مهندس انا كده. يا صديقي انت مش مهندس وبس، انت محتاج لحياتك تطوره، الشركه اللي انت بتشتغل فيه ده عمل زول زيك، وانت بتشتغل عشان تحقق للزول ده اهدافه واحلامه وتطلعاته، انت اشتغل وحاول بقدر الممكن خليه يكون عندك اهداف اكبر من الزول اللي انت بتشتغل معاه واللي هو مديرك اللي هو المؤسس بتاع الشغل. أبني شغلك الخاص بنفسك، حاول أنجز، بيجي يوم من الأيام تفتش بقدر الممكن تلقى الناس من حولك كلهم جو اتجاهك، لأنك أنت بقيت زول ما شاء الله، زول متقدم، وصلت للغايات اللي أنت دايرة، وصلت للمراحل اللي أنت تتمناها في أي زول، أو شفتها في أي زول متقدم، زول كان بالنسبة لك قدوة، أنت وصلت مرحلته وبقيت أكبر منه. نحن متفاوتين في تعليمنا، في حياتنا، في إدراكنا، في فهمنا، في كل شيء ربنا ميزنا وجعل الاختلاف بيننا سنة، نختلف عشان نكون حوجة، عشان نكمل باقي العلوم. إذا ما في أسئلة نحاول نلخص، والناس تحاول تفتش وتبدأ تنجز وتبدأ تستثمر الوقت الثمين وتستفيد من الإمكانيات والمحارات الموجودة قدامها، وتقدم يد الخير والعون. والشكر الجزيل لمبادرة الباحثين السودانيين، أتاحت لنا الفرصة دي، وإن شاء الله لو في أي محتوى أو أي شغل نحن قادرين نقدمه إن شاء الله جاهزين في أي وقت، ولو في أي استفسارات إن شاء الله برضو قادر أجيب عليهم عن طريق صفحتي الشخصية أو عن طريق الاتصال أو أي وسيلة، إن شاء الله بقدر الممكن أنا بحاول أجيب عليكم بكل الأسئلة. ولازم برضو نقتدي بالناس العلماء، ولازم نقرأ عن قصص الناس الناجحين في الدنيا عشان يكون في تشجيع بالنسبة لنا، عشان يكون في حماس، في رغبة. لازم برضو نحضر الفيديوهات. في يومك أحضر لك فيديو تحفيزي قبل ما تنوم، أحضر لك فيديو تحفيزي خليه يحفزك، أعرف إنك أنت عايش ليه، أعرف إنك أنت حتعيش كم من الزمن، أعرف نفسك إنك أنت محتاج لحياتك قدر كم من محتاج لحياتك في شنو، محتاج إنك أنت تعمل شنو.
ما تنتظر اللحظة تجيك، فتش انت اللحظة دي جيبه بنفسك، عشان لما تجيك اللحظة دي خليك انت جاهز بالنسبة لهم. ابقى جاهز لكل الصدمات، لكل الحاجات السمحة، لكل الحاجات المفرحة. اسعد نفسك، خليك مبسوط. بارك الله فيكم، وان شاء الله نلتقيكم في محاضرات تانية، وان شاء الله الناس تكون استفادت من الساعة دي. وما قدرت ان اخذت كل الشغل يعني، لكن بالقدر الممكن. نتمنى ان الناس تستفيد من الحاجة اللي تقدمت. والسلام عليكم، وبارك الله فيكم.